السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن مشكلة البرغوث. طبعا وجود برغوث واحد في المكان اللي انت بتربي دي فيه ده كارثة، لأن البرغوث الأنثى البرغوث بتضع في اليوم ما يقرب من 50 بويضة، يعني لو في خلال 15 يوم ممكن تخلي لك المزرعة مليانة برغيث، والبرغوث اللي بيطلع من البويضة بيبدأ يتكاثر وبينتج برغيث عديدة. طب احنا في ناس كتير بتجرب ان هي تكافح البرغوث وما بيجيبش معاها نتيجة، وبتقول السبب في المسحوق او في المادة اللي هو بيستخدمها. في الاصل انت ممكن تكون بتكافح طور معين من اطوار البراغيث، وبالتالي فالعلاج عندك ما بيجيبش نتيجة. يعني انت ممكن تجيب مثلا امبول اللي هو البارس ده وبتحطه على ظهر الحيوان، وبالتالي الحيوان بيرجع له البرغوث تاني، او حتى الجراد او نوع الحاجة اللي انت بتعالجها. البرغوث الانثى منه بتضع حوالي 50 بويضة في المرة الواحدة في اليوميا تقريبا. البويضة ديت بتطلع منها، طبعا هي بتحطها على ظهر الحيوان وبعد كده بتنزل على الارض، وبيطلع من البويضة دي بعد عدة ايام بيطلع منها اليرقات. اليرقة اللي بتطلع من البويضة بتعيش عدة ايام برضو، وبتتغذى على اي مادة عضوية موجودة بس بتكون في التربة، وبعد كده بتبدأ تعمل شرنقة حوالين نفسها، وبعد فترة داخل الشرنقة بتطلع برغوث اللي هو البرغوث البالغ اللي هو بيصيب اي حيوان زي القطط او الكلاب او الماعز او صغار الاغنام. الغنم الكبيرة اغلبها ما بيجيش فيها برغوث لان الصوفة بتاعتها بتكون كثيفة والبرغوث ما بيعيش فيها، لكن الاغنام الصغيرة بتكون فريسة سهلة والبراغيث كلها بتتلم على الخرفان الصغيرة او الحملان. طب الافضل ان انا اعالج احاول اكافح البرغوث على ظهر الحيوان ولا ارش الارضية؟ الافضل انك انت ترش الارضية وتكافح البرغوث على ظهر الحيوان، الاثنين في نفس الوقت. يعني انت ممكن بالتغطيس او بالرش على الحيوان، لو عندك ماكينة زي ديت بالرش على الحيوان او بالتغطيس، كده هتقضي على جميع اطوار الحيوانات. ولكن انك تغطس الحيوان وتسيب الارضية، كده البرغوث هيبدأ تاني يطلع على ظهر الحيوان كأنك ما عملتش حاجة. ولو في الشتاء ممكن ترش الارضيات فقط، ترش الارضيات فقط، بيبدأ انت بس مع الاستمرارية بيبدأ تقضي على اطوار البرغيث او على البيوض واليرقات اللي البرغوث بينتجها، وبالتالي فترة حياة البرغوث اللي هي موجودة على ظهر الحيوان بتكون قصيرة، وبمجرد ما بتنتهي خلاص البرغوث بيروح من عندك. ولكن لو في الصيف يستحسن انك ترش المكان وتغطس الى اغنام او ترشها. طب انا بستخدم ايه؟ انا بستخدم مبيد حشري اسمه نصر لاسيون 57%. طبعا هو المادة الفعالة فيه، بحيث انك لو في مكان تاني في بلد غير مصر، يعني المادة الفعالة هي ميلاسيون. المادة الفعالة ميلاسيون 57%. المادة الفعالة ميلاسيون 57%. العبوة ديت لتر او تقريبا 900 ملي، تقريبا هي 900 ملي، 900 ملي، تمام. دي تمنها 175 جنيه، وانا بستخدم ديت بقالي 5 سنين في مكافحة البرغوث. يعني كان عندي ماعز او خرفان صغيرة او تطهير المكان، طبعا هتساعدك في لو في رقاد بتاع دودة نغف او اي ديدان لها طور من اطوار حياتها بتعيشه في التربة، دي هتقضي عليه. العبوة اللي هي 900 جرام ديت هتستخدم منها قد ايه؟ هتاخد غطا من ده بس على عبوة زي كده حوالي 20 لتر، يعني كل 20 لتر هتحط عليهم غطا من ده او 10 سنتي فقط لغير. طبعا الغطا من ده هيحول المية كلها الى اللون الابيض. ولو الجو عندك لسه برد ممكن ترش بقى الارضيات، ولو الجو حلو ممكن ترش بها القطيع كله سواء ماعز او غنم، او ممكن تعمل منها محلول وتبدأ تغطس الاغنام فيه. مفعول ممتاز، وانا مجربه والله بقالي 5 سنين بجربه عادي، وسعره 175 للتر. طبعا في عبوة نص لتر هتلاقيها بنص التمن ده.
يعني عبوة زي كده 175 جنيه ممكن تكفيك أكتر من سنة لو استخدمتها رخيصة وفعالة ومجربة يعني. طبعا العبوة ديت 20 لتر، دي مية رايقة خالص تمام. لو غطى واحد من ديت تمام، الغطا ده في حدود 10 سنتي ان شاء الله يعني تمام. لما بتحطه على المحلول ده لو باين مش عارف واضح ولا ايه، بتحوله للون الابيض خالص. طبعا الكاميرا مش جايبه بس اللون البياض، طبعا بيتحول للون الابيض خالص. مفعوله قوي ولكن هو تركيزه كده خفيف خالص. طبعا هو اتحول للون الابيض خالص وتركيزه خفيف يعني. بص حضرتك تحول اللون الابيض كده، تعتبر مخففه جدا يعني. طبعا هيبقى كده المحلول كله بقت بيضه خالص تمام. لما هتيجي ترش بيه الارضيات تاكد بس ان الارضيه عندك ما يكونش فيها اي دريس او اي شيء، بحيث الغنم ما تاكلش منه يعني. الغنم غلط بس ان هو تاكل من حاجه وقع على الارض، دريس او ما الى ذلك يعني. فوانت بترش ما تخليش فيه عود برسيم او دريس او اي حاجه على الارض، بحيث انت وانت بترش ما الحيوان ما ياكلش حاجه يعني سامه يعني، تعمل له مشاكل هضميه. ده اللي عاوز اوضحه لحضراتكم النهارده. يا ريت لو الفيديو عجبك تشترك في القناه، ولو مشترك تفعل زر الجرس وتدعمنا بلايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.